معالي السفير الدكتور القدير إياد البنداوي رئيس اتحاد الأدباء الدولي أمريكا الموقر، معالي الأستاذ الدكتور القدير جابر كامل رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية ورئيس فرع الاتحاد الدولي دولة مصر الموقر، معالي المستشار الدكتور معتز أبو زيد الموقر، الأستاذة الدكتورة سهير الغنام، الأستاذة الدكتورة رفيف الفارس، المنصة الموقرة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم جميعا أجمل تحية وأرحب بحضراتكم وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء المبارك الميمون في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عندما يجلس الإنسان منا بين الصفوة من علماء وأدباء هذه الأمة يشعر أن ألفاظ اللغة العربية على اتساعها وعلى غناها لا تكفي للتعبير عما يشعر به من محبة صادقة ومن أخوة عامرة بالخير والمودة، لأن التقاء العلماء والأدباء كمثل الثريات والشموع التي نراها من حولنا، كلما تقاربت وتضامت وتلاحقت زاد ضوءها وكان لها الأثر الطيب. ونحن والحمد لله التقينا لا من أجل متعة فانية، وإنما التقينا لكي ندعو إلى الخير والحق والعدل والصلاح، ولكي نقدم ما من شأنه أن يصلح ويرتقي بشأن بلادنا وأوطاننا وحولها. والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، فالتقاء العقول على الأخوة وعلى الصلاح والعمران والبناء لم يضيعه الله تعالى، لأنه هو القائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لقد خلق الله الإنسان وكرمه بالعقل والنطق وعلمه البيان وآتاه الحكمة وأحسن صورته، وسخر له كل ما في هذا الكون من وسائل القوة، ومنحه وسائل التعليم من السمع والبصر والإدراك العقلي والذاكرة، وعلمه حسن الخطاب. الحضور الكريم، إن مما لا شك فيه أن الأدب في أي أمة يمثل أهمية كبرى وله دور مهم وفعال في بناء الأجيال، وهو مرآة العصر الصادقة وروحه الوثابة الحقيقية لبناء مجتمع راق متقدم يرتكز على أسس ودعائم سليمة وقوية من المبادرة والقيم الأخلاقية والإنسانية الرفيعة. ويعد الأديب أيضا نتاج وتفاعل بيئته ومجتمعه وحصيلة كل المتناقضات في هذا المجتمع، وهو صوته المعبر إلى التطور المجتمعي في حالة صعوده أو في حالة انتكاسه وهبوطه إلى الحضيض، فهو الذي ينقل الواقع الذي يعيشه المجتمع من حيث تطوره وتقدمه أو انتكاسه وتخلفه وضياعه، وكل صور هذا التخلف ومظاهر هذا الضياع فهو له فلسفة خاصة في النفاذ إلى عمق هذا المجتمع وكشف حقيقة تلك التيارات الفاعلة فيه والمؤثرة في حركته بالضرورة والفعل. وقد كان للأدب في تاريخ أمتنا العربية دور مؤثر وبارز في الدعوة إلى أهمية العلم والعمل والإنتاج والحث عليه، والدعوة إلى التحرر والاستقلال من رقة الاستعمار وبراثنة، وأيضا في محاولة اللحاق بركب التقدم والمدنية ودنيا التطور. ومن اللافت للنظر أن دور الأديب قد تقلص دوره وتأثيره عن ذي قبل، في الوقت الذي كان فيه الأديب
يقول كلمته بشجاعة نادرة وثبات و صوتي عالي شوية.